صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقتنا اليوم اللي يعني شأنها راح يكون قدساوي بحت بالتأكيد، والحديث عن الفريق القدساوي وفيما يتعلق في الفريق الأول لكرة القدم من كافة الجوانب. وبالتأكيد يسعدنا أن يكون معنا اليوم أيضا ضيف عزيز يشرفنا لأول مرة، ونسعد بأن نكون يعني احنا أول من يعني يستضيف هذا اللاعب الخلوق اللي أيضا نشكره على تلبية الدعوة. لابد أن نشكر أيضا الإخوان في الجهاز الإداري، أخوي فيصل الشمري، أخوي مبارك العجمي، أخوي شيخ فهد طلال، على أيضا تسهيلهم الأمر وموافقتهم أيضا لوجود اللاعب الخلوق ومحترف نادي القادسية المدافع الدولي علي فايز اللي نصبح عليه بالخير، نشكره على تلبية الدعوة. ومثل ما قال أخوي أحمد الرمضان أبو الغيرة، صح أبو الغيرة؟ صح. هذا اللقب المشهور فيه علي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بتواجدي وياكم أكيد، حياك الله. الشرف أنه جالس أمام أسماء كبيرة، و ان شاء الله نكون خفيفين الظل يا رب ان شاء الله. حياك الله يا علي. طبعا نرحب بضيوفنا اليوم محللينا متواجدين معنا، على اليمين ايضا لاعب دولي السابق ومدير ايضا فريق القادسيه سابقا كابتن مؤيد الحداد، بجانب ايضا لاعب دولي السابق وايضا مدير فريق القادسيه سابقا كابتن خلف السلامه، وعلى اليسار ايضا لاعب دولي السابق ومدير فريق القادسيه ايضا سابقا الكابتن محسن غانم. حياكم الله يا اخوان، صباحكم الله بالخير. يا اهلا وسهلا فيكم. الله يحييك. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. نشكر كل من ايضا يثري الحلقه وبمداخلاته ومشاركاته. الشكر كالعاده لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه، معقمات هايجين ومياه بيرين، طياب القمه، شاورما اند جريل، فريج صويلح، كيو كيبل، ايضا معرض الوجاهه الاقمشه. الشكر ايضا لدير اندير، معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت، معرض اسد الملابس الرياضيه، وايضا ماتادور ديزاين. ايضا على طاري احمد الرمضان، خل ابارك حق الاهلاويه، ما في شك اليوم الفوز الصعب على الباطن بهدف نظيف. نبارك لاخونا عمر السومه ورفاقه، نبارك لجميع جماهير الاهلي، وان شاء الله يعني كلمه مبروك الظاهر بدت يا احمد الرمضان، يعني تشوف مسارها للاهلي وان شاء الله الامور طيبه. واكيد اهدى علي فايز قميص الاهلي، اذا ما اعطاه تيشيرت الاهلي السعودي هذه عليك حق يا ابو نور. لا اعطاني اول يوم جيت. اول يوم، ما 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 طول يعني. طبعا تحياتنا لك. يعني صرت اهلاوي الحين. زين يمكن يشجع نادي ثاني، شو ما يصير يلزمه بال شجع منه بالسعوديه يعني. على مود احمد رمضان اهلاوي. ما مو ملتزم بحد. لا لا زين قول الصج عادي ترى. لا والله خلاص السعوديه ديمقراطيه عادي يعني. لا اكيد ما يزعلون على كل الانديه كبار، وتحياتنا للجميع. بس ما طول اخذت تيشيرت النادي الاهلي خلاص اهلاوي. اهلاوي. طيب حياك الله يا ابو خالد. الله يحييك. صباحك الله بالخير. شكرا لتواجدك حبيبي. حياك الله يا ابو عبد الله. الله يحييك. صباحك الله بالخير ايضا ابو عبد الله، حياكم الله. في نقطه مهمه ترى، خل ارحب بس اللي اطلق عليه لقب ابو الغيره. الجمهور. الجمهور لا يبوق احمد رمضان يعني. ما ادري الجمهور اللي اطلق. انا اللي عارف ان احمد الضفيري اطلق عليه. لا الجمهور اللي اطلق عليه. لا ما صح، الجمهور واحمد الضفيري. لا لا احمد الضفيري والجمهور. لا مو الجمهور بالملعب، الجمهور بغرفه الملابس احمد الضفيري. اوكي. خل ارحب ايضا وكيل اعمالك ولا جمالك؟ لا صديقي احمد. لا اقول وكيل اعمالك شوي. خل نرحب باخونا احمد ايضا من الاخوان الاعزاء وصديق علي، ويكفي انه هو صديق احمد الحوسني ايضا، احد الزملاء اللي عاصرناه وعاشرناه في فترة طويلة أيضا خلال العمل الإعلامي. وحياك الله يا أحمد، بلغ تحياتنا لأخونا أحمد الحسن. خلونا نبدأ بتقرير نشوفه مع بعض وبعد ذلك سنعود. حتى يجهز التقرير أنا خل أبارك حق علي اختيار المنتخب، ومثل ما قال يمكن أبو عبد الله قال الحمد لله أن سيد أدفوكات اختار علي فايز، مع أنه يمكن لعب لعبة واحدة رسمية صح علي؟ بس الكاس وكانت قبل الدعوه الاولى، يعني من خلصنا الدعوه المباريات الاخيره ما لعبت ولا مباراه لليوم.
الحمد لله. هذه أول مرة تصير بحياتك. اي والله مبارك. أول مرة يعني صار 8 سنوات في المنتخب الوطني. ايه وكنت أفقد أفقد مكاني يعني لحظة. وسبة دوري الكويتي أكيد يعني تأخير أو تأجيل أو... إيه طبعاً ما قاعد يلعب أكيد مدرب ما يشوفه ما عنده لياقة مباريات ما عنده أكيد ما راح يختاره أو... بس تبي الصراحة مو عشان علي موجود مع احترامي حق كل لاعبين المنتخب العراقي ما في أحد ينافس علي صراحة مع احترامي حق اللي موجودين والله مو مجامل أنا متابع أنا متابع منتخب العراق وقاعد أيدك والله علي ما شاء الله يعني شهادتنا فيه مجروحة والله يوفقه وإن شاء الله يعني فالكم تاهل إن شاء الله إن شاء الله يا رب مع احترامنا لزملائك طبعا كلهم لكن أنا وجهة نظرنا طبعا تبقى شخصية يعني صح ما لها شغل في الأمور الأخرى عموما خلينا نشوف التقرير وبعدها سنعود. هي مباراة واحدة فقط احتاجها العراقي علي فايز ليدخل بها إلى قلوب الغتساوية بكل حب وتقدير. نصف نهائي كأس الأمير، الديربي المحلي بإستاد ممتلئ أمام القريم التقليدي العربي، أهدى فيها العراقي فريقه التأهل للنهائي الأقلى على قلوب كل الكويتيين. حاول يدخل منطقة الجزاء السيو. فايز العراق يعتبر المحترف العراقي الأول في تاريخ نادي القادسية، إلا أن اللاعب يعتبر الخامس على مستوى الدوري المحلي بعد محترف كاظم السابق محمد شوكان ومحترف العربي علي حصني وأخيراً ثنائي نادي الكويت على عباس وأمجد عطوان. ينتظر محترف القادسية موسماً صعباً بعد التحديات الكبيرة التي غامت بها الأندية المحلية في الصيف الماضي من تعاقدات مهمة وكذلك تأخر انطلاق الدوري الذي قد يؤثر سلباً على دفاعات الأصفر، إذ ينتظر علي فايز استحقاق دولي في الدوحة قريباً في بطولة كأس العرب. والكرة الآن خطيرة أولى جول 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 يا هو لعبك عجب ويحير التاريخ تاسع معجزة بلوح مسماري بابل ما رأت مثلك ولا آشور خدك سومري والطول عشتاري جول 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 عراقي الله شكرا اخوي خلف العنزي على قراءه التقرير شكرا اخوي يوسف ايضا من كتاب التقرير التقرير فيه شقين الشق الاول يتعلق بانتقال علي للقادسيه والشق الثاني موضوع المحترفين العراقيين في الكويت خلينا نبدا بالشق الاول علي مفاوضاتك مع القادسيه كانت معقده صعبه من اللي عرض عليك القادسيه هل عرض عليك نادي اخر قبل لا تروح القادسيه اي اكيد داني كنت بالمنتخب مباراه عندنا تصفيات مال كاس العالم فبالليل تواصل معي يعني وكيل اعمالي العراقي تحياتنا الى النجم محمد ابو عبد الله فقال لي اكو عرض من نادي القادسيه قلت له اوكي ماكو مشكله خليه ادرس العروض اللي في اشخاص ثانيين عرضوا علي عروض من دول خليجيه يعني عندي بس تعرف اكو فوارق يعني الفارق الأول اللي أنا أفكر به إنه مستوى الفريق مستحيل أروح فريق مثلاً مراكز أخيرة أو في الوسط لا أنت أول شيء لاعب منتخب لازم تبحث عن فريق ينافس على الدوري ينافس على الكأس يعني ينافس على بطولات يلعب ممكن مشاركة خارجية والناحية الثانية أكيد ناحية المبلغ تعرف أنت يعني شيء مهم بالنسبة للاعب لأن نلعب فترة معينة فأنا قلت لك فكرت بالجانب الأول بس من ناحية النادي شفت النادي القادسية انه ممكن افضل الخيارات الموجوده والتفاوض كان يعني بسيط جدا سهل يعني ماكو معقدات او صعوبات طيت كلمه للنادي من قبل ما وقع وخلاص وفيت بها ان شاء الله نعم يعني مثلا البعض يقول علي
صحيح نقطتك هذه انه والله تدور ان فريق ينافس، بس البعض يقول والله العب في الدوري السعودي لو فريق مثلا في المركز يعني من خلينا نقول من العاشر تحت، بس العب ضد النصر، العب ضد الاهلي، العب ضد الاتحاد، افضل من العب مثلا في مع فريق كبير في الكويت قادسيه والعب ضد فرق مغموره. يعني اولا انت الانجاز اللي راح تحصله مع النادي راح ينحسب لك كمحترف، راح يقولون هذا المحترف حصل على انجاز كاس او نعم. دوري مع القادسيه. اذا تروح نادي اخر باي دوري بالخليج ومن مركز العاشر وانت نازل او مركز ثامن وانت نازل، اكيد راح اكثر مباراة راح تخسر. نعم. ومن راح تخسر راح تكون انت يعني شلون تقول السبب انت. نعم. محترف. صحيح. احنا خلينا نكون واقعيين، دورياتنا العربيه اي فريق يخسر يقول لك محترفين ما قدموا، المحترفين مو مستواهم. فانت ليش تنطي مثلا اوكي هو التحدي موجود، انا وياك التحدي موجود ولازم واحد يصر على الدوري اقوى، بس تروح وتخسر مباراه وتخسر وتتعادل وتخسر يعني بصعوبه يلا تفوز. نعم. واذا تخسر اكثر من 5 أو 6 مباريات من المرحله الاولى او 7 ممكن يغيروك. نعم. اول خيار يجون يغيرون المحترف. صحيح. وخاصه المدافع، شوف هو محترف او محلي الخساره براس المدافع. صحيح. فانت ليش تنطي لازمه على روحك؟ يعني ليش تنطي تقول انا السبب وانا خساره وانا مو زين؟ ابحث عن الافضل. نعم. ابو خالد لما تم يعني الاعلان عن علي، انت شخصيا كنت يعني مقتنع بهذه الصفقه، راضي عن هذه الصفقه؟ طبعا صبح بالخير على المشاهدين وعلى الكابتن علي، احنا يمكن ما رحبنا فيه في البدايه، وانا اعتقد هو اختياره كان موفق لاختياره للعب في نادي القادسيه، وانت تعرف نادي القادسيه في خصوصا في منطقه الخليج والدول العربيه نادي كبير لا ثقل ولا وزنه ولا اسمه الكبير، وانا اعتقد هو قال نقطه مهمه جدا. هو كلاعب منتخب ولاعب دولي دائما لما ينتقل الى نادي يبحث الى بطولات، وهذه راح تصير في السي في عنده فعلا. هو ولله الحمد يعني يمكن انا باغلب حواراتي يمكن كنت متواجد عندكم هنا وكنا نتكلم عن التعاقد مع اللاعبين اللي حوالين المنطقه افضل من افريقيا. اول شيء اللغه قريبه، سهل التنقل، حتى لو كانت عندنا مباراه دوليه بالبدايه يقدر يروح ويرجع بنفس الوقت. لا هيك عن العادات والتقاليد اللي تربطنا بين دول الخليج بالمنطقه وحنا قريبين. فاعتقد ان الاختيار كان موفق، وكنت اتمنى يعني انا اكثر من لاعب راغي يكون متواجد في نادي القادسيه. والله الحمد النقطه الاهم من هذا كله انه يمكن الكابتن علي دخل قلوب القادسيه بزمن قصير جدا، اثبت وجوده. اذا هذا اللاعب يمتلك امكانيات وقدرات هائله اللي يعني في مباراه او مباراتين قدرنا هو يتاقلم مع الفريق، وحب الجمهور له وتسجيل هدف مهم في مرمى النادي العربي. يمكن ما حصلت مدافع انه يسجل هدف في كأس سمو الأمير، فهو أثبت جدارته وهو لاعب دولي. وانت عارف الكرة العراقية صحيح الآن ما كانت بالسابق، لكن تبقى الكرة العراقية واللاعب العراقي يبقى يمتلك خامة طيبة، إمكانيات، مهارات وقوة. نعم. وعبد الله يمكن البعض يختلف مع أبو خالد، يقول لك لا المحترفين اللي في القارة الأفريقية خاصة المدافعين بنية جسمانية يعني لياقه عاليه احتكاك افضل. من اللي اختلف معي؟ البعض قال البعض. انت تدري انا كنت اتكلم عن اسمه مدافعنا جيمس. ايه. كل خسائر القادسيه من جيمس. لا انا قاعد اقول البعض اي انا اقول لك ليش فضلت انا الدول اللي بالمنطقه؟ قلت لك هم عندهم اول شيء الفكر الكروي. اتفق معي ابو عبد الله هو لاعب عالي من اللاعبين اللي يبدي الهجمه من الخلف، وهذه كره القدم الحديثه ما يشتت ما يسوي بلنتي. هذا نعم. اللي انا اللي اقول وعنده ميزه التسديد. نعم. ايش رايك يا ابو عبد؟ والله شوف البدايه طبعا رحب بالكابتن علي فايز. الله يسلمك. وانا سعيد ان التقي فيه وما شاء الله عليه يعني مثل ما تفضل ابو خالد انه يعني كسر الحاجز من اول مباراه دخل قلوب الجماهير نادي القادسيه، واعتقد هذا ان شاء الله يا رب انه تبعد عنا الضغوط لما تلعب امام العربي في مباراه قبل النهائي وتكون سبب رئيسي في وصول الفريق النهائي. هذا ان شاء الله يا رب انه تعطيك دفعه معنويه وتفاؤل ان شاء الله حتى من الجماهير فيك، واحنا كنا متفائلين فيك ان شاء الله ان الكاس الامير باذن الله راح يكون نادي القادسيه بسبب وجودك يا علي ان شاء الله وياهم. انا اتفق مع ابو خالد بشكل كبير ان اللاعب العربي هو الافضل بالمنطقه. موضوع التاقلم نفس ما قال ابو خالد امر ما هو سهل. لاعب العربي يعرف طبيعتنا، يعرف ملاعبنا، يعرف اسلوبنا، يتاقلم حتى في اللغه، يعني علاقته مع اللاعبين بسرعه يقدر يتاقلم، علاقته بالبلد، امور كثيره. فلذلك
امر مهم ان تاقلم اللاعب حتى يبدع بالملعب. اللاعب متى مرتاح نفسيا؟ وهل هو فنيا افضل من اللاعب الافريقي مثلا؟ ليش مو افضل؟ كثير لاعبين عرب افضل وعلي من امكانيات يعني يملك. انا ما ابي اشيد فيه قدامنا هو الحين على اساس ما ينغر علينا. فعندنا امكانيات عربيه تفوق اللاعبين الاجانب. اكبر دليل اليوم محمد صلاح. نعم صحيح. محمد صلاح اليوم افضل لاعب مرشح افضل لاعب العالم. نعم قاعد نشوفه ما شاء الله عليه في الدوريات العربيه. أنا أتفق مع أبو خالد وأتفق أنه وجود اللاعب العربي أفضل من اللاعب الأجنبي. نعم يعني اللاعب السوري العراقي الخليجي حتى اللبناني في دورينا واللبناني يعني العوامل النفسية تساعد بسعود في تألق اللاعب وتأقلمه بسرعة. نعم أنا برجع بس نقطة بسيطة مثل ما تفضلت أنت الخيارات الموجودة له هو فضل هذه الغاتسية. أنا نعم. أقول يعني أحسنت الاختيار مو مجاملة أو ميول لنادي القادسية، لكن أنت اليوم تلعب في نادي جماهيري. أنت شفت مباراة القادسية العربي، شفت الجماهير الحاضرة، هذه ممكن مع كل احترام الدوريات فرق الدوريات السعودية نعرفهم بس ما نعرف ما لهم جماهير مثل الهلال أو النصر. اليوم القادسية والنادي العربي ما يغلون شأن على الأندية السعودية بالجماهير. نادي القادسية اليوم يملك صيت كبير. نادي القادسية اللي يخرج هالنجوم هذه يعرفون الوطن العربي كله. يغير نتيجة مباراة وشون؟ يغير نتيجة مباراة أكيد. يعني شوف اليوم إحنا مثل ما تفضلت مساء عمر السومة وين كان يلعب لما كان عندنا ترى مع كل احترام ما كان حد يعني يعرفه. لعب بالقادسية وما شاء الله عليه وأدى وصار اسمه. نعم. ما شاء الله نشوفه اليوم من أفضل لاعبين العرب. نعم. لذلك علي أنت اليوم يعني مكسب ان شاء الله. وشفت ادائك انا وصراحه ما كنت اعرفك بشكل كبير بالسابق، لكن ما شاء الله عليك اعطيتنا انطباع جيد مباراه العربي. مثل ما تفضل ابو خالد تحضر في تفاهم كبير ما بينك وبين اخوي خالد محمد ابراهيم. ايضا ميزه القياده شفتها يعني يوجه ويتكلم ويحفز اللاعبين. فلذلك انا اقول ان شاء الله يا رب علي انت مكسب ونشوفك ان شاء الله في افضل مستويات مع نادي القادسية. نعم. ان شاء الله يا رب. ابو عبد الله ايضا البعض يمكن يقول ابو خالد بالغ في موضوع انه دخل قلوب القدساويه. البعض يقول تو اول يعني لا ما بالغ ابو خالد كلامه صحيح. ليش؟ انا اقول لك هو على حظه انه بدا في بطوله كاس ومع منه الغريم التقليدي العربي، وتعرف مباريات العربي ليوم القيامه مسجله يعني ما تنسي. فهو كمدافع انا بتابع يمكن كان في نهائي القادسيه الاتحاد الاسيوي مع اربيل كنت موجود وكان يعني شوف الخبره موجوده واحترد في قطر، فعنده خبره وعنده اختيار موفق من الاداره 100%. اللاعب اضف ان للقياده وان هداف يمتاز بالتسديد من الخارج، يعني هاي كلها مميزات موجوده. انت مو جايب لاعب يعني ما حد يدري عنه تو شيء يعني بنشوفه، لا عندنا في معلومات الاداره كجماهير في معلومات عن علي فايز، اختيار موفق والله يوفقه ان شاء الله مع القادسية. علي نرجع لنقطة التغرير، يعني اليوم المحترفين العراقيين اللي جو الكويت ما وضعوا بصمة، مع احترامنا لهم طبعا. يعني ومعروفين وحتى يمكن اتوقع الاخوان ما راح يختلفون معي في هالجزئية. يعني علي حسني كان نجم في يومها وقتها تذكر صح. لما يا العربي كانوا العرباوية متأملين يعني الكثير من علي حسني ما سوى شيء. نفس الشيء علاء، نفس الشيء أمجد، نفس الشيء شوكان. تأيدني في هالنقطة، وإذا تأيدني شنو السبب من وجهة نظرك إن ما تركوا بصمة المحترفين العراقيين؟ أنت ما يعني ما نقدر نقول 100% ما تركوا بصمة. لا شوف أول شيء هم لعبوا ومثلاً قدموا عليهم، بس يبقى بالبداية توفيق رب العالمين أكيد ونعم بالله. يعني علي حسني أنا شفت له أكثر من مباريات مع العربي كان مستوى زين ويسجل. شوكان أيضاً مع نادي كاظمة. أمجد وعلاء يمكن ما حصلوا على فرصة أكثر. هسه يمكن تقول لي لا لاعب منتخب ومحترف ممكن من أول فرصة أو الثانية يثبت صح، بس مرات اللاعب ما يتوفق، مرات اللاعب ما يدخل الأجواء، مرات اللاعب العلاقة ما بينه وبين اللاعبين بالفريق ممكن تكون نوعا ما متوترة. ممكن شوف أول شيء يساعد اللاعب المحترف اللاعبين إذا يحبوك اللاعبين راح يساعدوك ويشيلوك ويخلوك تقدم مستوى. أنا اجيت هسه يعني اول واحدتين تدريبيتين يعني مع النادي شفت استقبال وحب واحترام من جميع اللاعبين، يعني شخص شخص اشكرهم.
قدموا يعني اللي عليهم وسووا واجبهم اتجاهي شخصيا. بعد يوم بعد ثلاثة ايام مباراة ودية مع خيطان، مع خيطان سجلت في سجل هدف اول مباراة ودية سجلت، سجلت قبل العربي. كل لعيبة يعني جو علي يركضون ويهنئوني ويبوسوني ومبروك وان شاء الله فال خير ونشوفك في المباريات الرسمية. انا تفاجأت، هذا مستحيل تشوفه باي نادي، مستحيل تشوفه من قبل اللاعبين. فهذا الشيء ساعدني. المباراة الثانية أمام العربي دخلتها أنا شخصياً عندي تحدي يعني مع نفسي. شوف يعني أنت مباراة نصف نهائي حضور جماهيري ومع نادي كبير نادي العربي، لازم تقنع اللاعبين، تقنع المدرب، تقنع الجمهور، تثبت مستوى ونتيجة. يعني تحدي بيني وبين نفسي، يعني عشت ضغوطات نفسية بس مستحيل أخليها تبين بداخلي يعني شخصيا. فالحمد لله والشكر أنه الله وفقني ووفق يعني وفق الفريق جميعا. ده تشهدون أنه النادي ظهر بمستوى يعني جدا ممتاز. فأنا أشكر اللاعبين، قلت لك السبب الأول رئيس اللاعبين أخوان اللاعبين والجمهور. يعني ما أعرف شلون أشكرهم، شلون أوجه لهم التحية من أول مباراة. يحبون ويشجعون ويأزرون يعني حب كبير. نعم. تواصلت مع اللاعبين العراقيين اللي تكلمت عنهم أنا، يعني هل استشرتهم مثلا مع علي ولا علاء ولا إيش رأيكم أي الكويت؟ يعني خذت منهم معلومات ولا ما تواصلتي مع علي وتواصلت مع أمجد عطوان بصراحة، ونصحك كثير بصراحة. أنا أقصيدي إذا قالوا لك تعال الكويت. لا لا أقصيدي، أقصيدي إذا قالوا لك تعال الكويت. أنا في النادي بعد، أنا صريح. أنا والله صريح يعني. بس تخاف من علي وتخاف من علاء؟ لا ما أخاف من أحد والله، رايح نادي جماهيري. صارت لي مشاكل كثيرة بسبب صراحتي. إحنا نحب الصراحة. قالوا لي شنو عندك عروض بعد؟ قلت لهم عندي عروض. قالوا إذا دوري أقوى روح، إذا دوري أقوى من دوري الكويتي روح، لا تفكر بالمادة. قلت لهم أنا ما أفكر بالمادة، بس إذا نادي مو جماهيري ونادي ما ينافس لا، تبقى القرار لك. ففكرت شفت الخيار الأفضل هذا. نعم. بالتالي ترى هي قناعة شخصية، ما أسمع من اللي يتكلمون. صح. ما أعطوك انطباع عن القادسية يكونوا ملعبوا بالكويت؟ قالوا لي. إيه؟ ليش؟ هذا شيء. أنا ليش قلت لك لعد؟ قال إذا نادي مو جماهيري لا تروح، يعني روح للقادسية. إذا دوري أقوى روح. يعني وضحوا لي صورة إنه نادي القادسية نادي كبير عنده جماهير ينافس على البطولات، يعني مو خسارة. صحيح. لا بالعكس، راح يساعدك هذا الشيء. صح. فتبقى بالأخير هي شوف هي هم قسمة يعني توفيق. نعم. الله سبحانه وتعالى. في شغلة مو مجاملة أمانة، يعني شوف لاعبين القادسية هذول موجودين، لاعبين القادسية يرحبون في أي لاعب في أي محترف، يعني مو بس أنت أمانة. صح. دائما أي محترف يتأقلم بسرعة مع اللاعبين. مثل ما ذكرت طبيعة الجو. عبد الله. أنا من جهتي. لا أنا أتكلم عن النادي ما أدري. نعم. أبو عبد الله لما سأل أبو سعود سألني سؤال طريقة إنه يمكن أنا بالغت إنه لا بكسر. لا قلت له. قلت له بس أوضح له شغلة هو ذكرها الأخ علي. ان 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 التأقلم في فتره بسيطه المناخ نفس المناخ طبيعه لغه التفاهم بينه وبين اللاعبين القادسيه خصوصا المنظومه كامله في نادي القادسيه تخدم اي لاعب محترف. صحيح. يمكن اغلب اكثر من لاعب وابو عبد الله يدري كان مدير فريقي افريقي ما يقدر يتأقلم بسرعه لان اللغه وصعبه. لكن ليش اقول لك في فتره زمنيه بسيطه؟ لانه هو هذا اللاعب خامه طيبه ويمتلك امكانيات ولعب في دورات خليج ويعرف طبيعة الخليج، فعشان كذي هو تأقلم في زمن بسيط جدا. لأنه وذكر مهمة جدا نقطة أن لاعبين القادسية حبوه بلحظة لأنه هو فرض شخصيته على الفريق بتواضعه بإمكانياته. وقال لك يمكن نادر ما تلقى لاعب يقعد في 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 وسائل الإعلام يقول لك أنا تحدي بيني وبين نفسي قدرت أن أمسك الضغوط اللي علي داخل أمام الجماهير في استاد جابر بين العربي والقادسية مباراة ديربي بحد ذاتها، فكانت المسؤولية عليه جسيمة وهو لله الحمد والله سبحانه وتعالى وفقه لأن نيته صافية
وسجل هدف وكان هو العامل المساعد للفريق وكان هو العلامة الفارقة بالفريق. نقطة المحترفين العراقيين أرجع لها أبو عبد الله، تقييمك لتجربتهم؟ لا ما نقدر نقيم، لنا حسب الأجواء وحسب الإمكانيات وحسب الظروف اللاعب. يعني اليوم علي ما شاء الله عليه لاعب مميز، أثبت أنه هو لاعب مميز أصلا، لكن المجموعة اللي وياه فريق نادي القادسية أيضا لاعبين مميزين يخدموه ويساعدونه، وسهل أنك تغلب والأجواء، ومثل ما تفضل ترى نقطة مهمة أنك الأجواء لاعبين والنادي وضغوط ويساعدونك ويرحبون فيك، هذه تعطيك يعني تساعدك بشكل كبير بسعود أنك تبدع داخل الملعب. نعم. أو تأغلم بسرعة. لذلك يعني علي يعني ركز على مهم نقطة مهمة أن اللاعبين ساعدوه بمباراة الودية، لذلك علي أنت إضافة فنية، تأكد أنت إضافة فنية، هو لاعب منتخب دولي، لاعب يعني مميز، ووجودك بالقادسية إضافة للفريق، وإحنا نتأمل منك الكثير، والجماهير تأكد ما راح يقصرون معك وراح يدعمونك لأن يعرفون قيمتك الفنية. نعم. بس أهم شيء من يفوز بالتقسيمة، أنت ولا منو؟ والله أنا من يوم ما خسرت يعني دخلت مع الفريق ما خسرت ولا يوم أكيد. بالتقسيمة أكيد تأخذ اللاعبين، لا أنا ما تأخذ اللاعبين الأساسيين، المدرب اللي قسم، المدرب اللي قسم أهم شيء، كل يوم يعطيني لاعبين مختلفين يعني ما في يوم نفس التشكيل. أهم الوحيد اللي ما خسرت وأقولها قدام اللاعبين جميعا ما خسران أحمد الظفيري، بنطلع كاميرا أحمد الظفيري إذا يصير معاي يربح، ضدي يخسر. فهد الأنصار نفس الشيء، رياح نفس الشيء، معاي يفوز، اللي ضدي يخسر. والله راح نطلع كاميرا التقسيم الجاي، بنطلع كاميرا التقسيم حياكم بنشوف الصوت والصورة بنصور. مسعود انت تكلمت مساعد، تقول حق ابو خالد ان الافريقي ليش ما يبغى افريقي افضل؟ الافريقي وصل جيمس ما توفق وهدوا على الشباب، تي حق رشيد صومايلة توفق صحيح، يعني مو شرط انه ممكن يغير علي فايز ما يتوفق، مو شرط. نعم. النقطه المهمه ان اللاعب المحترف يكون محظوظ صراحة، أقول لك مع احترام يعني اللي راحوا نادي الكويت ما مشى وكذا، اللاعب محترف يكون محظوظ إذا عنده فريق قاعدة جماهيرية، لا وإمكانيات اللاعب بعد. نعم. مهاراته. نعم. قدراته. نعم. مو بس ترى الحظ. نعم. أنا إذا عندي لا إنه هو يطب عنده، إذا أنا عندي قدرات ومهارات واثق من نفسي، هو جاي حق نادي القادسية، هو لاعب دولي مو لاعب عادي عشان يجربه، لاعب دولي، لاعب خبرة، لاعب بطولات خليج، تصفيات كأس العالم. صح. كأس آسيا ما عنده مشكلة، لكن هو واثق من قدراته، اللي واثق من قدراته هو اللي يفرض هو نفسه وشخصيته على الفريق. انا ادري انه هو واثق وعلى مستوى، انا قاعد اتكلم يكون محظوظ اكثر انه يكون في قاعده جماهيريه للنادي اللي رايح له. احنا نتمنى بس مثل اللي بدأ التصفيات تشدون حيلكم، ما يصير الكره العراقيه تظهر بهذا المستوى، يعني ما شاء الله عندكم خامات وعندكم ان شاء الله. راح نتكلم عن المنتخب العراقي و بس بسعود انا يعني قبل لا بس بقول حق علي، انت لازلت في البدايه يعني ننتظر منك الكثير. اي يعني انت في نادي جماهيري، ونادي جماهيري تعرف يعني مطالب دائما بالافضل، دائما يطمع الافضل، وجمهور نادي القادسية يعني طماع وهم يستحقون هذا، دائما يطلبون منك الافضل. يعني وصلت النهائي الحمد لله وسجلت، هذا اعطاك يعني ابعد عنك الضغوط اللي قلت عنها، والضغوط ترى مشكله كبيره للاعب، انت تجاوزتها وهذه اهم شيء. لذلك احنا ننتظر منك الافضل، وننتظر منك يعني مع زملائك اللاعبين باذن الله ان توجون في كاس الامير، وبيك توعدنا وتوعد الجماهير باذن الله كاس الامير غتساوي ان شاء الله. ان شاء الله. شوف هو القادم اهم واصعب. صحيح. القادم يعني يقول لك الوصول سهل بس المحافظه صعبه. صحيح. اكيد الجمهور له حق علي شخصيا وعلى جميع اللاعبين، فالقادم أصعب وأهم، فلازم إحنا نشد الهمة ونفكر بالجاي المستقبل. نعم. كل شيء. طيب كل شيء أنا قبل أروح الفاصل بس بوري علي صور، وأنا أعتبره يعني محظوظ الحقيقة أن تواجد في هذه الصورة مع هذه الشخصية الخلوقة المتواضعة المحبوبة صراحة، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، هني مع المدرب خير الدين مضوي، وهني طبعا هو بروحه علي، وهني مع الكابتن فيصل الشمري إدارة الفريق. سبب زيارة علي عشاء ولا غدا ولا هذه؟ كنت مدعو على العشاء. اوه ما عزمتنا يعني.
لا انا معزوم. تخصص عزايم ما اعرف الاصول. شوف الكرش الاول لازم انت تعزمني يعني جاي عندك. حاضر والله انا وخر هذا خلينا نشوف علي مدرب الغطس علي شوف علي. بس صراحه يعني اهنيك يعني بالتقائك بالشيخ احمد النواف والعشاء شنو كان؟ عيوش مشاوي ولا عيوش؟ عيوش ولحم كل شيء موجود. فاصل نعود. حياكم الله ويانا. علي انت من قبل زرت الكويت ولا هذه يعني تجربتك هي اللي خلتك؟ لا لا كاس الخليج زرت الكويت. كاس الخليج صح؟ مع نادي اربيل ونادي الشرطه ايه والمنتخب كاس الخليج ولعبت مباراه وديه مع الكويت اثنين كل سجلت فيها على الكويت. اريد اوصل هاي النقطه. عموما احنا بنوري علي يعني بندخل في اجواء المنتخب العراقي. طبعا لما نتكلم عن المنتخب العراقي هناك نجوم كبار لابد ان نستذكرهم، لازم ان يعني نشيد في تاريخهم. احد هؤلاء النجوم اللي بنشوف له الفيديو الان وبعدها سنتحدث عن هذا النجم بالتاكيد ويعني نعطيه جزء من حقه ما في شك، لانه هو يستاهل بالتاكيد حلقات، يستاهل برامج ما في شك. عموما خلينا نشوف الفيديو وبعد ذلك سنعود. احمد رامي رصاده، روح احمد، روح روح اضرب الجول احمد، جول 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 جول. الهدف الثاني او الكره إلى حسن كمان، وكرة عالية وغول. الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، أحمد راضي يسجل الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 13 من الشوط الثاني في الدقيقة 58 من المباراة. طبعا رحمة الله عليه الكابتن الخلوق أحمد راضي. إحنا الكابتن أحمد من الأشخاص اللي تعاملنا معاه هنا في قناة الاي تي في، قمة في الأخلاق، قمة في التعامل، هاد مبتسم رحمة الله عليه. وإحنا سألنا علي مع أنه هو مدافع لكن قال بالنسبة له أحمد راضي من اللاعبين اللي يعني بالنسبة له من اللاعبين العراقيين اللي يعني لهم مكانة ثانية. أكيد الرحمة والغفران. مع أنه مو مدافع يعني. ليش ما اخترت مدافع يعني؟ أكيد بالبداية الرحمة والغفران أكيد الكابتن أحمد الله راضي. الله يرحمه. أنا شخصيا عمري ما سمح لي يعني أشاهده بالحقيقة، يعني شون ما لحقت عليه. بس لما تجي أنا شخصيا أو جيلي نفس العمر أو الأصغر الكل يحب أحمد راضي. ليش؟ من الكلام اللي نسمع على أحمد راضي، من حب العراقيين له، من حب اللاعبين له، من احترام الناس لأحمد راضي، من نشوف المقاطع الفيديو لأحمد راضي الله يرحمه. وحبيت أكثر يوم أتكلم عليه شخصيا، فهذا أكيد فخر وشرف لي. شنو قال عنك؟ كأس الخليج هدفي على قطر. إيه. أي قال يعني أهنئ وأبارك علي فايز وما كنت أتوقع يشوت من هاي المسافة وتحياتي، يعني شيء شرف لي وفخر أكيد. صحيح صحيح. فحبيناه على حب الناس له أكيد، واسم كبير وهداف وصعب. شلون تلقيت خبر وفاته؟ والله صدمة بصراحة. يعني هو
كان في المستشفى و يعني متوقع، كان متوقع هذا الشيء. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. من المدافعين زي من المدافعين اللي مدافعين كثير اسامي يعني كابتن عدنان درجال، نعم، مرحوم ناظم شاكر، علي حسين رحيمة اللي أنا شخصيا يعني أحبه شخصيا وأحبه كلاعب وأخ كبير بالنسبة لي، وأكثر من لقاء يطلع بالتلفزيون يقول خليفتي علي فايز أسلوبه نفس أسلوبي، نفس يعني نفس المركز نفس ال، نعم، فأكيد فخر هذا وتحياتنا لجميع الأسماء. نعم. حظوظ المنتخب العراقي في التأهل إلى كأس العالم، راح أسأل الإخوان طبعا أيضا رأيهم بالمنتخب العراقي، أنت شلون شايف الحظوظ؟ صعبة صح؟ تصفيات نهائية صعبة، مباريات صعبة، خسرنا نقاط بس نقول ما نفقد الأمل، إن شاء الله نعوض، أكو أمل أكو فرصة، إذا مو الأول والثاني فالثالث موجود، وعندنا الإمكانيات والقدرة أنه ننافس، منتخب شبابي، منتخب جيل جديد، أعمار يعني صغيرة، مدرب محترف، مدرب اسم كبير، صح تصير اغلاط، تصير تقصير بالمستوى، تصير نتائج سلبيه، ان شاء الله هي تفيدنا بالمستقبل. عندنا مباراه سوريا وكوريا ان شاء الله نعوض بها ونحصل على نقاطهم ونرجع للمنافسه. نعم. تعادلتوا مع كوريا في عدل؟ اي بكوريا. نعم. شنو ناقص المنتخب العراقي حتى؟ ما ناقص شيء. مو ناقص شيء. انا شخصيا اقول الحظ. يعني مباراه لبنان كنا الأفضل في المباراة ومسيطرين على اللقاء كامل ما سجلنا، مباراة الإمارات لآخر لحظة كنا فايزين استقبلنا هدف التعادل. نعم. يعني حظ. ست نقاط راحت عليك. أي. ما أنا كانت مباراة بيتكم. صح، مو قلت لك ناقصنا حظ بس والله. نعم. هو بس للتوضيح للسادة المشاهدين بس نظرة عشان أعطي الإخوان ويعطونا رأيهم في حظوظ المنتخب العراقي، نظرة على جدول مجموعة المنتخب العراقي، طبعا حاليا إيران في الصدارة بعشر نقاط، كوريا الجنوبية الثاني ثمان نقاط، لبنان الثالث خمس نقاط، الإمارات الرابع ثلاث نقاط، العراق ثلاث نقاط، سوريا نقطة واحدة من أربع مباريات، الكل لعب أربع مباريات. أبو خالد والله الوضع صعب، يعني ممكن الثالث الأول الثاني صعب على ممكن هو إحنا ليش أقول لك صعب؟ أنا دائما أقيس المنتخب على مشاركاته من بداية التصفيات، يعني لما أنت تخسر نقاط كثيرة هذا يعني تكون في موقف صعب جدا، يعني خصوصا المنتخب العراقي مر يمكن في ظروف اللي انا اشوفها، تغيير مدرب، تغيير اداره، تعيين اتحاد جديد، لاعبين يمكن ما لعبوا مع بعض، كلهم كانوا يلعبون محترفين، وانت تحتاج دائما اللاعبين يكونوا يلعبون بالدوري مثل المحلي علشان يكون هناك عمليه التجانس وعمليه الالفه، في خصوصا يمكن المنتخب العراقي يمكن تكلم الكابتن علي عن الحظ انه طاح مع الفريق الايراني والكوري، يعني معروف عن كوريا وإيران في تصفيات كأس العالم ومشوارهم وقوتهم وخبرتهم، هذا طبعا ما ينقص من المنتخب العراقي، هو يمتلك الخبرة الكبيرة جدا في التصفيات، لكن هدر النقاط هذه مشكلة بالنسبة للمنتخب، خصوصا الآن أنت تعرف أنت يمكن حتى بين الأخير وقبل الأخير والرابع النقاط كلها قريبة جدا، لكن تتكلم عن المنتخب الإيراني عشر نقاط، الكوري ثمانية، فالفريق الكوري مو معناته أن يمكن تعادل مع المنتخب العراقي في كوريا أنه سهل تقدر تتغلب عليه، ساعات الفرق المنتخبات وسعود خارج أرضها تتحرر أكثر وتكون هي يعني ند أو سد عنيد بالنسبة للفرق اللي أمامها ودائما يتألقون، فأنا أقول أن الوضعية صعبة للمنتخب العراقي. نعم. أنت أبو عبد الله شنو متوقع المنتخب العراقي؟ والله شوف تصفيات كأس العالم حسبتها يعني صعبة جدا على الفرق، يعني لما تخسر نقاط أمام فرق أنت أفضل منهم فنيا مفروض أنك أنت متجاوز، أكيد هذا راح يسبب لك مشاكل مع فرق المنافسة، مع إيران، مع كوريا، يعني المنتخب العراقي ضيع خمس نقاط يعني أمام الإمارات وأمام لبنان، يعني كان بإمكاننا يفوز صح، وهذه اللي أنت تحط يكون تعود عليها بالجدول، لما ينزل جدول تقول أنا أخذ من هالفريق هذا ثلاثة وني ثلاثة خلنا نتعادل مع الفرق الباقي. صحيح، فلذلك يمكن صعبة مهمتها لكن مو مستحيلة. نعم. تو الناس يعني باجي يمكن ست مباريات أعتقد. نعم. أو أكثر، يمكن قادر العراق مثل ما تأثر قادر إذا توفقوا، إذا الفريق قاعد يؤدي بشكل جيد يقدر يتجاوز الفرق هذه، والمستوى متقارب بسعود. نعم. المجموعة. نعم. بشكل عام المستوى متقارب، ما في فريق فارق حيل، يعني أنا أشوف أن العراق إذا
لعب بجدية أكثر والتوفيق بعد مهم في عالم كرة القدم. أحيانا تلعب زين مدة 90 دقيقة في دقيقة أو بلحظة فريق الخصم يسجل عليك وهو أضعف منك فنيا وتحصل في كرة القدم. لذلك يحتاج تركيز عالي، يحتاج تركيز وعمل ذهني مجهود. عمل فني أيضا مجهود اللاعبين صحيح. يعني بعضهم يعني ما أبي أقول إن علي من تضرر علي بالدوري الكويتي أكيد نعم. لما تغيب فترة طويلة عن مباريات الرسمية يسمعني مدربكم بس المنتخب لا ما يستهب لا أكيد طبعا هذا ترفع فأكيد ترفع مع ترفع الحالة الفنية لللاعب. لذلك نتمنى لهم كل توفيق. وأيضا ده نقطة مهمة علي إن معدل أعمار اللاعبين صغار نعم يعني ما هو معدل كبير. لذلك بالمستقبل القريب راح يكون المنتخب العراقي من افضل منتخبات اسيا اذا اكتسب الخبره ومتواجد في تصفيات كاس العالم. هذه كلها خبرات يكتسبونها اللاعبين عندهم مجال حتى لا سمح الله ما توفقوا في التصفيات هذه تصفيات كاس العالم قادمه راح يملكون الخبره ويعرفون شلون يتعاملون مع المباريات اللي تعثروا فيها. نعم. نتمنى لكم كل توفيق اخوي علي واهم شيء مع القادسيه احنا. ابو عبد الله انت شلون شايف حظوظ المنتخب العراقي؟ ابو سعود العراق لما سالتهم يا علي تعادل مع كوريا يعني انت اضعف انا عندي المجموعه هذه اضعف من الاولى اللي فيها السعوديه واستراليا واليابان. المنتخب العراقي لو بحالته الطبيعيه ياخذ 18 نقطه من الامارات وسوريا ولبنان ويتأهل على الراحة. إذا بيتعادل خلي خسر من إيران يتأهل أول أو ثاني، لكن مستوى المنتخب العراقي ما هو يعني في استقرار. نعم. لذلك هذه حسبة نقط. فأنا أتوقع أن المنتخب العراقي راح يلعب على الملحق. أبو عبد الله أن التعادل خسارة ترى. وتعادل خسارة بس لما تعادل ويا كوريا اللي هو المرشح الأول مع إيران فهذه نتيجة إيجابية كبيرة. أنا شفت لعبتهم نعم. مع الإمارات يعني المباراة بيدهم. مباراه بيتهم خلاص نعم ثلاث نقاط موجوده دش عليهم طبعا تفرق حسبه طيب. نقاط علي نبقى في اجواء المنتخب العراقي. موضوع كاس الخليج يعني البعض يقول العراق غير جاهزه يعني ما يصير. ادري يمكن تدافع عن 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 موقفكم موقف بالعراق وموقف بلدك بس اليوم نتكلم هم بالمنطق يعني اليوم الوضع في العراق ما يسمح باقامه كاس الخليج ولا انت تخالفني في الراي؟ لا سابقا ايه وياك بس حاليا ترى نبديها أول شيء بالوضع الأمني. ترى الوضع مستقر الوضع آمن إذا أكو مشاكل بسيطة جدا فهي بغداد مو بالمحافظات يعني محافظات جنوبية والبصرة آمنة ملاعب موجودة فنادق موجودة نقدر نستضيف بطولات خليج العرب استضافينا بطولة الصداقة بطولة غرب آسيا استضافيناهن ونظمناهن نقدر ومن حقنا ونريد يعني أنا من لعبت من المنتخب لحد اليوم ما لعب بين أرضي وجمهوري وتفرق لا تصفيات كأس العالم لا خليج لا غرب آسيا لا أنت شنو شايف السبب يعني هل العراق مستقصد هل السبب الحظر الدولي هذا السبب اللي يخلي كل الاتحادات أو كل اللجان ترفض والحظر شايف الحظر مستحق على العراق سابقا إيه بس حاليا قلت لك لا ما نستحق وكان مفروض من قبل سنة وسنتين ينشال وجو اللجان وزارة والملاعب والفنادق والمدن وقالوا أوكي نشيل وما شالوا لحد آخر لحظة كان مفروض إحنا نلعب مباراة سوريا اللي بعد أسبوع بالبصرة أو دخول جماهير بس تأخروا قالوا إن شاء الله على المرحلة الثانية فنستحقوا من حقنا أكيد. أنت شايف الموضوع سياسي ولا ما له شغل بالسياسة؟ لا رياضي لا رياضي. ما دخل السياسة ما دخل. طيب انت مؤيد اقامه الكاس الخليج في البصره على الاوضاع اللي احنا نشوفها ونسمعها ابو سعود يعني مو انا اتكلم عن رايي الشخصي هذا يمكن راي دول مجلس التعاون كل المنتخبات في دول مجلس التعاون انا اعتقد اشوف ان الاستقرار لا زال غير موجود في العراق ولا هو عنده كامكانيات تنظيم موجوده عنده مدينه رياضيه عنده فنادق عنده ففي يمكن اكو ناس مصلحتها انها ما تقام دوره الخليج في العراق خصوصا من الداخل نتكلم لان قاعد نشوف الاحزاب قاعد نشوف المشاكل. العراق ترى بلد جميل يمتلك من المواهب في كره القدم وهذه مو من الحين حتى من السابق الكل يعرف الفريق العراقي لكن اكو اشخاص هي تتعمد انها ما تصير بطوله رغم انه هو يمكن حتى الاخوان الان القائمين على الرياضه كلهم لاعبين دوليين تكلم عن نادي الرجال وزير الشباب ورئيس الاتحاد تكلم عن يونس محمود نائب رئيس الاتحاد ف
فهم عندهم فكر يبون هذا التنظيم، لكن الظروف ما قاعد تساعدهم، الظروف السياسية ما قاعد تساعدهم في المنطقة. نعم. ولا هم الإمكانيات موجودة، جماهير متواجدة. بالنسبة لنا إحنا يمكن كجماهير كويتية قريبة تقدر تروح بسيارتك وترجع. نعم. يعني كاهي قريبة. ففي مثل ما قلت لك أكو ناس ما مصلحتها تقام. نعم. ناس من الداخل خصوصا. نعم. نعم. ما ندخل علي بال. لا ما نشاء أنا رأي. علي ما رأي أنا كلام رأي. علي ما يبي. لا علي وخر عن السياسة. علي وخر عن السياسة. ما له شغل بالأول. يعني حتى سؤالك ما له شغل، بيقول لك لو في شيء يمكن ما يقدر يسولف ولا. بس من حقهم يعني ترى من حق الشعب العراقي ومن حق اللاعبين من حق الرياضيين أن يحتفلون أو يحتفلون أو يفرحون مع جماهيرهم. ليش ما يشاركون؟ أنا أقول لك ليش. أنا وياك وعبد الله تدري ليش. أنت هم من حقهم، إحنا وياهم، إحنا داعمين لهم إن تقام البطولة. لكن حتى دول مجلس التعاون مثلا منتخبات يقول لك أنا الاستقرار غير موجود، ما نمشارك. زين أوكي أنا أقطع كلامكم الخير. هي التصفيات النهائية صح اللي جاي نلعبها؟ نعم. لا التصفيات القبلها الأولى نفسها هي بس. نعم. التصفيات الأولى. أي نعم. يوم لعبنا مع كمبوديا وهونغ كونغ بالبصرة. أنت لعبت مع منتخب الكويت توك؟ لا هاي مباراة ودية. أترك. بس مباراة. أتركها مباراة ودية. ممكن تواصل بين طرفين وموافقة. أيه؟ بس يوم يجوك هونغ كونغ وكمبوديا بالبصرة تصفيات كأس العالم المرحلة الأولى. يمكن شافوا العام الماضي. أدري يمكن لعبنا بالبصرة وحضور جماهيري. يمكن صفد التعاد دولة 80,000. ما أحد ألعب. لا نظموا كغرب آسيا. التنظيم كان ممتاز جيد. بس أنا غرب آسيا أنا شوف أنا ما أتكلم لك على المنطقة المقربة، غرب آسيا الخليج لا، أتكلم لك تصفيات كأس العالم. عارف بلدان من آخر الدنيا. عارف. وحضور جماهيري 80,000 متفرج. لا تلعب مباراتين تعشق الكرة وتلعب مباراتين خلال أسبوعين، وين المشكلة صارت؟ هو المشكلة ما هو ما صارت مشكلة، بس أنت عارف الآن الوضع، إحنا ما ندخل بالسياسة. الوضع اللي حساس في المنطقة. أنتم تشوفون مظاهرات بسيطة يمكن ببغداد تفكروها إنه مشاكل سياسية أو لا، هاي ما دخلها بالرياضة وما دخلها بالبصرة ما دخلها بأربيل. إحنا نستضيف نشوف هو مو احنا الطلاسي الطلاسي يعني النسخه الاخيره اكو امانه في مجلس التعاون والامانه العامه هي اللي تروح هو قاعد تقيم الوضع. لا اعرف بس انا توضيح على حسب كلامه وتقريره. انا توضيح لكلامك صحيح انا وياك. النسخه الاخيره من الطلاسي يعني لعبتها بالعراق. نعم. مع الشرطه باربيل لعبته. جونا نادي الوحده الاماراتي ونادي الاستقلال الايراني باربيل انديه اجونا وبالباصره منتخبات اجوي. علي انا ما بتشعب، اعطيتك رؤوس اقلام قلت لك انت تعرف الوضع. لا ما دخل الوضع احنا ادوات. لا الوضع حساس بين بعض المنتخبات انت عارف، والان الوضع السياسي اللي قاعد يصير انا انظر لها من الناحيه هذه ما انظر لها. ممكن انت تعرف اكثر من عندي. لا هي الوضع ما من غزه الوضع. انت بساعه تقول رياضي يعني مو رياضه اذا على هالوضع واذا لاعبين تصفيات كاس العالم الوضع سياسي. طيب أنا بروح لفاصل، لكن قبل الفاصل أشكر أخوي عبد الله العتيبي وعمر يصبح عليكم بالخير ويصبح على أبو فايز. نعم نعم. أيضا أخوي فهد البكر يسلم عليكم جميعا ويسلم على علي. تحياتنا لك. لا تكريم خاص من أخوي فهد البكر لكابتن علي. مشكور يا أبو عبد الرحمن ومغربة عليك إيدك كريمة دائما. الأخوان بلغوني الصورة لعلي فايز كانت في ديوان أخونا حمد العامر. صبح على اخوي حمد. عليك حق يا حمد ما يصير بها. حمد بلندن الحين. لا 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 رجع وعزم علي هو اللي دعاني على العشاء. انا اقدم له السلام وتحياتي لحمد العامر. اكيد شخصيه محبوبه وشخصيه يعني متواضعه وعلى تواصل دائما معي وما قصر باي شيء بارك الله به. وتحياتنا الشيخ فهد البكر. نعم. ايضا ما قصر ايضا. نعم. بعض الامور تستاهل والله. تستاهل وما يقصر. عليك حق يا حمد العامر لنا عشاء عنده عيل. اي طبعا دام انه وصل خلاص يعزم علي فايز وما يوجه لنا دعوة. مو ريال معزوم تبتروح علي فايز. علي فايز يوم والله قبل النهايه موصل النهائي يعزمك شريف. انت شكوى هذا موصل زين. انا عندي سؤال. تفضل. ليش ما تصير نفس حمد العامر وتعزمني؟ والله صح. لا هذا انسى. لا هذا انسى. لا انسى والله هذه هذه انسى. علي ارجوك اسحب السؤال. هو نروح لفاصل وبعدها طبعا يستاهل علي ما في شك والله. البيت بيتك والمكان مكانك يا علي. فاصل وبعدها سنعود.
حياكم الله ويانا. حسب ما نمى إلى علمي أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل بطولة كأس آسيا لتحت 23 سنة، المفترض تقام في أوزبكستان مدة أسبوعين أو ثلاثة، بحيث تقام مباريات تصفيات كأس آسيا اللي سيشارك فيها منتخب الكويت في شهر 6، وبعدها إن شاء الله ستقام المنافسات، ومن المفترض أن يرسل الكتاب الرسمي للاتحادات خلال هاليومين، يعني آخر 6 يعني إيه تقريبا آخر 6 عموما. علي، إحنا دائما بالكويت يقولون ما في مواهب، ما في مواهب كويتية، ما في لاعبين شباب صغار بارزين، هل بالعراق نفس الأمر؟ تحس أنه فعلا الوضع مشابه أنه ما يقال في الكويت؟ طبعا أنا مختلف مع الأخوان في اللي يقولون هالكلام، لكن أنا أنقل لك ما ينقله بعض الأخوان، أنه ما في مواهب بالكويت، بالعراق في مواهب، يعني في علي فايز ثاني، في علي رحيمة ثاني، في يونس محمود ثاني، في نشأة أكرم ثاني، في أكيد. ترى العراق بلد مواهب، بلد ولاد باللاعبين، يعني المنتخب العراقي ومن غيره اللاعبين المشاركين بالدوري ما نعرف، يعني احنا قبل كأس آسيا مثلا كنا نعرف نشأة أكرم ورحيمة وهوار ويونس محمود، شلون عرفتهم؟ كابارزين احترفوا واخذوا انجاز، اخذوا كأس آسيا، يعني الحين بصراحة أكيد. اللي 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 قالوا عنه علي عدنان ولا جستن ميرم ولا ما، يعني ما يعني ما استحقوا هالضجة الإعلامية اللي تكلموا عنها. لا بالعكس، انت تذكر اسامي محترفين في افضل دوريات بالعالم، ايطاليا امريكي، لا بالعكس ما ادري والله، وانت اللي تسمع غير واللي تشوف غير واللي تعيشه غير، ما شفنا شيء. شنو سووا حق المنتخب علي سوى. عدنان ولا ليش ما سووا؟ تحيات للعلي ولا جوستي ولا كل الاسماء، خذوا كاس خليج، خذوا كاس آسيا، خذوا احنا نفس الجيل انا وعلي عدنان لعبنا منتخب شباب واولمبي ووطني، فازوا بالكاس الشباب الاولمبي، اخذنا كاس، كاس الاولمبي، كاس اسيا، كاس اسيا للشباب نهائي، كاس العالم رابع، بالوطني نصعد كاس الغرب اسيا نهائي، بطوله الخليج نهائي. صحيح. زين منو المواهب القادمه الحين؟ عطني انت، خلي الناس والله تقول ايه علي قال عن. لا انا ما اقدر اذكر لك اسماء، قلت لك احنا كثير مواهب عندنا، كثير لاعبين والله العظيم بدون مجامله، يعني بهاي الدعوة الأخيرة اللي ظهرت اليوم يقول وايد ما قلت لي اسم واحد علي. اليوم دعوة المنتخب الجديدة 6 لاعبين من الأولمبي صغار، أعمارهم صغيرة، 6 لاعبين من الأولمبي، وبالإضافة إلى إحنا الموجودين أعمارنا مو كبيرة، يعني صغيرة، صحيح. يعني ما تتجاوز ال 28 من 2007 بعد آخر كأس آسيا خذته، يعني تقريبا 14 سنة الحين الكرة العراقية على مستوى المنتخب الأول ما حققت إنجازات على المستوى الفريق الاول. انت ليش تقيسها بس على العراق؟ لا سؤال. هو سال على العراق، انا انت عراقي ونتكلم عن العراق بعد، شو اسوي يعني؟ صح، بس انت من تقيسها كمجموعه الدول الخليج او الوطن العربي، ترى كل الفتره الاخيره الكل ينزل المستوى، بس اثناء قطر يمكن، بس القطر اخذوا كاس اسيا بس، صح، بس اما باقي المنتخبات لا. السعوديه تاهلت، سؤال بسعود، انا اهلت كاس العالم اكثر نقطه اكثر، وسعود تكلم عن قيمه اللاعبين اللي ذكرهم، يونس، نشأت، هوار، اكيد نجوم كبار، ايه؟ تحياتنا لهم. دائما اخوي علي كره القدم نتائج وارقام، صحيح، يعني اللي ذكرهم عزيز حققوا كاس اسيا، ودائما انت شلون تقول تتكلم عن لاعب وامكانياته وقدراته، ترى كلام عزيز صحيح، قالك انت ما ذكرت لي اسم موهبه اللي هي قادره انت تصعد بالمنتخب فوق، تحقق كاس اسيا، توصل الى كاس العالم من خلال التصفيات، يعني المجموعه اللي كانت بالسابق انا اللي قاعد اشوفها افضل بكثير من النواحي البدنيه والفنيه، انت تقول لي صح اللي الحين محترفين، طيب اللي محترفين شنو فاد المنتخب العراقي؟ وصلوا الان انت في الجدول الاخير، شنو فادك الاحتراف؟ ما فادك بشيء، لكن اللي بالسابق صحيح ان احترفوا، لكن هم يمتلكون قامه، عندهم فنيات، عندهم قدرات، فرضوا شخصيتهم على جميع الدوريات، تألقوا أكثر من دوري، وصلوا إلى كأس آسيا ويابوا كأس آسيا. هذا سؤال عزيز اللي يتكلم عنه، لأن أكو لاعبين، لكن الموهبة ترى صعبة، الموهبة هي اللي تغير لك نتيجة، هي اللي تحقق لك الإنجاز، صح. لا بس مثل ما قلت لك أنا ما أجامل، لا والله، بس اللي عايشه أنا وأشوفه أنه عندنا لاعبين
في لاعبين. والدليل وجودكم في التصفيات النهائية بالرغم الظروف اللي تمر فيها العراق وعدم سماح لهم ان يشاركون على ارضهم. الظروف ترى الحين احسن ابو عبد الله، بس ما يخالف موجودين بالسابق كانت صعبه، متواجدين في تدري المنتخب العراقي حقق انجازات ما لعب على ارضه بالتصفيات والنهائيات كلها برا لما كان هو محروم من انه يلعب على ارضه، لكن الحين بالعكس الحين شلون هسه احسن واني اليوم ما لاعب على ارضه وجماهيري. انت توك تقول لعب اليوم وديه لعب مباراتين بس بالسابق ما كان يلعبون. توين يلعبون؟ ترى باستراليا يلعبون في يمكن بالصين قطر في عمان. اي هسه انا رحت مع كوريا لعبت بكوريا ورجعت ملعبي لعبت بقطر بدون جمهور ما سبت نفس الشيء. اي بس انا قاعد اقول لك في السابق كانت الظروف سيئه مو مثل الحين، بالعكس انا اشوف الحين الظروف اسهل. في السابق ترى يعني من حق اللاعب انه يلعب في بلده امام جمهوره، هذه تعطيك دفعه معنويه. سابق كانوا اللاعبين الجيل اللي تكلمت عليه طبعا من جيل ذهبي للكره العراقيه، هذا اللي كان جيل 2007 جيل اسماء كبار قادوا الكره العراقيه لاعلى مستوى، حصلوا على اساسيه كانوا 10 اساسيين لا وتعدوا الظروف، كانوا العشرة الاساسيين 10 محترفين صحيح، وكانوا البدلاء محترفين. اليوم انت تجي على المنتخب يمكن المحترفين 5-6 بس قارن القيمه 5-6 قارن المستوى الفني او القيمه بالسابق جيل يونس محمود وشفته بكاس آسيا فرقه كانت قويه لكن تحدوا الاراده ما كانوا محترفين بالفعل. اي تحدوا الاراده تحدوا الظروف الصعبه لا وقدروا ان كلهم محترفين. وفي السابق ترى المنتخب العراقي المنتخب الوحيد اللي بالعالم يلعب تحت الضغوط وياخذ بطوله يفوز، ترى لليوم نلعب تحت الضغوط احنا ما فكرنا وين النتائج اللي تقول اي تصير تصير تمو يعني دائما النتائج او دائما المستوى تصير تمر بس وضع البلد مثلا وضع المنتخب وضع المدرب وضع اللاعبين يعني هواي امور. نعم طيب تقدر. علي يقال بان الجو مشحون بين الرياضيين في العراق، يعني مناوشات اعلاميه تصير مره حكيم شاكر مع اعلامي اعتقد الاخ طه، مره ما ادري حتى قريت انه في تهديد بالقتل مره لاحد الاعلاميين، يعني في مناوشات. هل هذه قاعد تاثر عليكم ولا هذه مناوشات؟ لا هاي امور ثانيه بعيدا عن المنتخب، امور شخصيه امور نادويه بعيدا عن المنتخب. يعني حتى ترى في تصاريح مرات في انتقادات حاده لي سواء الاتحاد المدرب المنتخب لي. لا يعني انا اشوف انتقاداتهم لاذعه جدا. تقدر تمنع احد من التصريح او الانتقاد؟ احنا لاعبين، احنا اللي صرح علينا وانتقدنا ما نقدر نرده. كيف اذا امور بيناتهم بالنادي او بالاتحاد ما لنا دخل فيه. بس ما تاثر عليكم؟ لا ما تاثر لا بعيد علينا. زين خلينا نتكلم اوروبيا. من تشجع ريال مدريد؟ مبروك الفوز اليوم. اشكرك. بين اللاعب اللي عنده امكانيات يلعب كره ومخرضيه لا نظره بالانديه لا نظره يعني او منتخب اسبانيا لا بس بالانديه يعني عارف يختار كانك ريال مدريد. بس علي عندي سؤال انا بالنسبه قلت حق عزيز بس بالنسبه حق في انا سمعت ان يعني اللاعبين المحترفين في العراق عراقيين يعني ان اسعارهم كبيره يعني 400,000 500,000 دولار، هل هذا صحيح؟ صح. احنا تحياتنا للكابتن نشأة أكرم بيوم القيامه قد عقد مع نادي الشرطه ب 500,000 دولار اعتقد 500,000 دولار. بس يقال علي ان هذه كانت يعني صفقة إعلامية مو صحيحة. لا صحيحة. وأكو لاعبين بدون ذكر ما أعطى الفلوس أساسا يقولون. لا لا أكو لاعبين بدون ذكر أسماء وصلوا 400,000 دولار و 350,000 دولار. عراقيين مو أي لاعبين منتخب. إيه. إيه. بس المنتخب؟ أي لاعبين منتخب. بس لاعب المنتخب على الأسعار. لا لا بس لاعبين منتخب. الحين أنا بسألك سؤال، أي أفضل عندكم الكرة الهولندية الآن في وجود المدرب الحالي أو السابق؟ أنت كونك لعبت مع مع المنتخب مع المدربين، الطريقة اللي أنت ارتحت لها من مع أي مدرب؟ أكيد بيقول أدفوكات. لا لا أدفوكات مدربين صارت نقطة تحول عجيبة. نقطة تحول يعني عجيبة صدمة يعني تقول شوف الوضع كان مستقر مع المدرب السابق كاتينيتش وماشي على أسلوب معين وتكتيك دفاعي يلعب على الإمكانيات الموجودة. صح. نجح. كلام صراحة نجح. بس الشارع الرياضي الجمهور الإعلام أو الاتحاد صار أكو ملل. طيب. ما يشوفون يعني لعب ما يشوفون مستوى بس دفاع
ومرتدة، دفاع ومرتدة، يمكن ما نخسر بس نتعادل أو نفوز. هذا المطلوب. أوكي مطلوب كنتيجة مطلوب، بس ما تشوف المنتخب مثلا يقدم مستوى أو يهاجم أو يدمتع. فصارت غيروا المدرب أدفوقات، اجى دايركت على الهجوم، الطريقه الهجوميه على الطريقه الهجوميه، وهذا ستايل هم يعني اوروبا وهولندا. فصار عندنا نقطه تحول يعني عجيبه، فكلفتنا هاي الـ لا انت كمدافع ترتاح من هالطريقه انه انا ما عندي هجوميه، اذا لعبت انا بخطه دفاعيه فما عندي مشكله، اذا لعبت بهجوميه. بس نفس الشيء ترى علي يعني مع ادفوكات مع السيد كاتنيتش خطكم الهجومي ضعيف، والان مع السيد ادفوكات هم خطكم الهجومي ضعيف. من كم مباراه مع ادفوكات؟ ثلاث يمكن، اربعه يمكن جولين صح؟ يعني نفس الشيء. يلعب 3-5-2 هو؟ لا اربعه 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 اثنين اربعه خمسه واحد. انتم مشكلتكم عندكم بالتهديف صراحه، اقول لك اضاعه الفرص اللي قاعد تضيعونها، ما عندكم هداف. اي احنا نضيع هذا حقيقه يعني يوصل انت ما تقولها يعني احترام الموجودين، بس انا قاعد اشوف مباراتكم فرص سهله قاعد تضيع لك، امكانك تحسم المباراه. اي صح تضيع فرص، وهذا اللي قاعد تعانون منه انتم. زين تجربتك الاحترافيه علي، لو انت بتقيمها يعني خلينا نقول وين المكان اللي شفت انه فعلا انت توفقت فيه وتالقت فيه، في تركيا، في الدوحه، في سواء حتى لو كنت في الايام لما كنت في العراق. انا شخصيا اتوفق او ما اتوفق اتعلم من اي تجربه اخذها، اخذ دروس. يعني تركيا تعلم هواي امور. ندمان على تجربة تركيا؟ لا بالعكس، تجربة تركيا قوتني يعني أعطتني دروس شلون لاعب لازم يتمرن، شلون لاعب يقعد الصبح، شلون لاعب لازم يتحمل، شلون لاعب يشارك بمباريات، رتم المباريات، التغذية، النوم، الأكل، الملابس، السفر، كل شيء تتعلم. تجربة قطر أيضا نفس الشيء، مع الخريطيات أيه. كانت وتجربة الآن يعني تجربة القادسية يعني أحسها أني مبشرة. راح تكون يعني غير عن التجارب السابقة، بس أنا إن شاء الله يعني ما تكون تأثر تأخير أو تأجيل الدورة ما يكون يأثر عليه شخصياً. اكيد راح تاثر على الكل. انت لازم تتحمل، احنا متحملين. لا انا لازم تتحمل. شوف اتكلم وياك بصراحه، من بعد مباراه العربي لليوم صار ملل. اتفق معك، تمرين مباراه وديه صار يعني فتره طويله ماكو شيء رسمي، لان كثره المباريات هي اللي تعطيك القوه. بعدين انت عندك انسان شخصي، عندي منتخب، اروح شنو يعني شنو اتكلم مع المدرب؟ يعني انا مستغرب وجود اسمك مع المنتخب. اي والله لما تشارك والله. اي والله انا صار 8 سنوات ما فاقد اسمي، صح؟ خفت لا افقد اسمي ومركزي بهي. ولا يلام المدرب لو استبعدك، حقه يريد لاعب جاهز، يريد لاعب جاهز. هل يسمعون المسؤولين بسعود؟ نعم انا ما اعرف بصراحه، يعني شوف انا من حقي او مو من حقي اتدخل، بس اريد اسال سؤال، شنو سبب التاخير او التاجيل؟ هما قالوا الأولمبي يعني قاعد يخططون حق الأولمبي، عندنا منتخب الأولمبي مشارك عندنا حق المستقبل، أوكي فقاعد يخططون، التخطيط يحتاج زين. عد المنتخب وسافر المنتخب وسوي مباريات. هذا أبو خالد شارك بكأس العالم وخذ كأس آسيا موجود، زين لا دوري وقف ولا شيء وقف، كأس عالم وصل. لا هو الفريق الأول في السابق كانوا هم الرياضيين أهل الرياضة، كان زين. أنا أبو عبد الله وإحنا صغار زين ده كلام صح ولا لا؟ اسمع كان الدوري لما ينزلونه انا كنت صغير ما اذكر بخالد يبدي اول اسبوع من الدراسه عارفين متى بينزل بس كلامي صح؟ صدق انا كنت صغير وقتها لما وصلت كاس العالم. تصدق انا مع كل احترام الانديه طبعا الانديه عندهم يدرون بالقرار، وعند الله ما يصير الا بالكويت. انا اقول لك انا تصدق اني ما تعاقد ولا مع محترف لو انا منهم من جهاز؟ والله ما اوقع. الانديه الحين خايفه، الانديه قاعده تدفع الماضي، اوقع مع لاعب 6 شهور او 5 شهور لغايه انتقال الشتوي، بعد شهر ونص. نعم انتقال الشتوي. نعم ليش اوقع يا لاعب ما لعب ولا مباراه؟ لا قطوا فلوس او مباراتين ويبدا الموسم بعد شهر 12، اوقع شهر 12 ما صارت العام. انتهت العقود والدوري ما انتهى. اي والله نعم. معسكرات الهيئه الهيئه العام تصرف للانديه اموال عشان معسكرات،
لا الهيئه ما صرفت حق بس الفرق اللي عندها بطوله خارجيه، الفرق الثانيه طلعت على حسابها. معلومه اكيد هذه بخارج مليون من البيع. مو عن طريق الهيئه. طيب علي، يعني من خلال المحترفين الان في الكويت، من المحترفين اللي شدك ولا ما لحقت اشوف؟ ما مدام شنو شاف؟ والله ما لحقت اشوف. مباراه واحده لعب، مباراه واحده وكاس، يمكن اخر محترف وصل الكويت. اخر محترف صح. بس هذه والله الشغله اللي ببالي انه التاخير هذا التاجيل. انا اسالكم سؤال، معسكر المنتخب الاولمبي ومباريات التجريبيه تفيده بالتصفيات اكثر من مشاركه اللاعبين بالدوري؟ لا طبعا. مثلا اذا تفيده اكثر، اذا تفيده اكثر كانوا كل دوريات العالم وقفوا وقبل التصفيات او قبل النهائيات يسوون معسكر. صحيح. لا ولاعب ليش يجيك جاهز من الدوري قبل 72 ساعه؟ لاعب رتم قوي، لاعب دوري. صح. فالافضل احسن من معسكر ابدي دوري حتى اللاعب يروح جاهز. صح. لاعب مباريات دوري. صح. والله هذا اللي فاهم رياضه يقول هالكلام. الحين سؤالك، هذا اللي فاهم رياضه اولمبي. الحين سؤالك، الدوله الوحيده في العالم دوريها ما بدا، انت شنو تعليقك كلاعب محترف؟ شوف انا ما ادري عندهم، يعني ما ادري السبب. ابي عذر ما في، انا ما اعرف السبب، بس يوم قالوا الاولمبي والله يعني ما اعرف شنو اجاوب. الاولمبي حتى اذا عنده مشاركه الدوري شغال. صحيح. زين اسالك سؤال، كم لاعب بالاولمبي يلعب اساسي بالدوري الكويتي؟ ثلاثة أربعة. لا لا، ستة. يعني زين المحترفين اللي عندك بالنادي زينين يعني؟ اي لا زينين. محتاجين عاجب تبي يقول لك هذا؟ لا كلهم يعني. انا لا، في ناس وايد بصراحة يعني اقول لك، انا اقول لك ما ينقل في الشارع اكيد قالوا لك، يعني بعض الجماهير القدساوي ما عاجبها تتار مثلا يعني. وجهة نظرهم هذه. اي يعني انا قاعد شوف لاعب مدير فني مدرب علي لا يعني هو اكيد لاعب هو يقدر يقول لا، بس انا ادري يعني تتار هل هو يعني شاف منه الشيء اللي الناس مثل اللاعب العربي ما يقدر يقول لك، ترى لاعب وياه مباراه عربي بس قاعد يقول لك لعبت لعبه واحده شلون تبي؟ هو يحتاج ذا وقت. انا رايي يمكن مضغوط، ومن يوم سجل مباراه تجريبيه ومباراه الكاس تغير حتى مستواه، يحتاج لوقت، لازم صبر يعني. ما يصير انت تقول لي لاعب انت يعني تبي من اول مباراه تبي ينجم ولا يلعب زين ولا وين صارت هذه؟ هذا في لاعب بالعالم اول مباراه يكون هو سوبر، ما يقدر يحكم على لاعب يلعب. يعني احنا كمحللين لما يسالني انا عن المحلل بقول له والله برايي. لا بعدين مو من واجبي اقيم لاعب. لا صحيح انا شفته من قال لك ليش ما عزمتني وياك. اي هو صارت زين. وش رايك بخير الدين مضوي؟ لا طبعا تحياتنا للمدرب. مدرب مر عليك مدربين في تركيا، في الدوحه، في لا مدرب يعني نتكلم عن الرياضة، مدرب محترف وفاهم وعقلية كبيرة. نتكلم بالناحية الإنسانية شخصيا موجود. رجال. تحياتنا للكابتن خير الدين مضوي ونتمنى له التوفيق. وقلت لك شخصية ورجال وإنسان محترم وسيفية قوي يعني. لا مدرب محترف. بس كرات ثابتة خليك أنت ولا فهد الأنصاري؟ اللي غلب الاثنين. لا الاثنين اللي غلب التوتش الاثنين. لا الإدارة أنا أشوفها شوف توفقت بهاي السنة اختيار المدرب والمحترفين. إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله الجميع. زين أبي أشوف ردة فعلك أنت بعد ما ظهر كابتن علي. شاهدنا الجدول الدوري صدر يمكن اليوم، وشاهدناه أن أول ثلاث مباريات أنت خارج ملعبك، هذه قد تؤثر على فريق نادي القادسية. انك انا تعودنا دائما الجدول ينزل بالدوري لعبه ملعبك، اللعبه الثانيه برا ملعبك، ممكن تلعب ثلاث لعبات متوازيه، تلعب لعبه خارج ملعبهم اتوقع. صح. بس الصيانه راح يكون ملعب جاهز، احنا بعد اسبوعين او 10 ايام ندخل تمرين الملعب خلاص جاهز. صح. فانت ممكن تلعب مباراه الاولى خارج ملعبك، بس الثانيه الثالثه ممكن تلعب الثانيه خارج ملعبك. بس الثالثه لا مستحيل. ممكن تلعب. انا مستحيل. ليش سالتك السؤال؟ لا مستحيل، انا بينت نوايا من بدايه ما صار هذا الشيء. خذ حس النيه ابو خالد. لا ثلاث سنوات العفو ثلاث مباريات. لا ما ثلاث مباريات برا ملعبك حس النيه. اي نيه حس النيه. لا يا مسعود والله هذا الامر اللي اخوي سالم سعدون واخوي فهد الهملان واخوي الدكتور حامد شيباني، احنا دائما ترى هالنقطه يعني نتكلم فيها من باب لا نثير الشكوك في الامور اللي قاعد تحصل لفريق القادسية. يعني كلام الاخوان ترى في جزء من الصحه. اليوم ثلاث مباريات خارج ارضه، واحنا كان عندنا حسب علمي ان الملعب غير جاهز، لكن كلام علي الان ملعب جاهز وتخلي ثلاث مباريات خارج ملعبه. لا يا
لا يا اخوي يا ابو هملان ولا يا اخوي سالم سعدون لا يا اخوي الدكتور حامد شيبان. هذا الامر يحتاج منكم اعاده نظر ولا بد ان تكون المنافسه يعني متساويه. كل اللي حصل السنوات الاخيره الثلاثه هذا لا زلت تقول شكوك؟ لا يعني انا دائما يعني اتفائل دائما انا اقول لان في بعض الاحيان لما تصير اخطاء ابو عبد الله خاصه في لجنه المسابقات امانه اخوي الهملان اخوي سالم. انا ما اتكلم عن لجنه مسابقات, انا اتكلم عن لجنه الاتحاد بعمل الاتحاد بشكل عام. شهر واحد سجل عندك شهر واحد الدوري راح يوقف فتره اسبوعين ثلاث في بطوله افريقيا. شلون بطوله افريقيا؟ في بطوله ما ادري عاد كيفكم انتم طيب. فسروها شوفوها بعد. المهم احنا اقتربنا من النهاية, علي كلمة أخيرة تحب تقولها. والله شخصيا أنا مثل ما تكلمت بداية سعيد بتواجدي وياكم وشكرا لك ولقناتكم الكريمة. تحياتي للجمهور نادي القادسية وإدارة ولاعبين كادر تدريبي وكادر طبي وإداري. أتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله تكون بداية خير وموفقة مع هذا النادي الكبير اللي حط كل ثقته وإصراره على علي فايز. إن شاء الله يا ربي نكون على قدر المسؤولية وإن شاء الله يا ربي نبدي دوري إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للكابتن علي فايز على تلبية الدعوة, شكرا للكابتن مهدي الحداد, شكرا للكابتن خلف سلامة. نبي دعوته عاد عزم على غيره يستاهل. متى حطلع حدد على الهواء قول على الهواء عشان يلزمك الحين. لا لا مو لا مو اذا فاز الغاتسيه بكاس الهلال, اذا فاز الغاتسيه بكاس الهلال. لا 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 الدعوه عامه خلي العالم كله يعزم عشان يصورونه ويحطونه وياك. حدد له يوم قدام الناس. زين ليش انت ما تعزمه؟ عف وراك يلا حدد. بس انت مو موجود. حدد موعد. مو موجود. لا لا انت مو وراك هو اللي يقول يبي ريال قاعد يتمرن. انا ما عندي مشكله بس انت كل تدور. انا ما عندي مشكله. يلا عقب انت متى؟ عقب انت وراك. لا انت وراك. لا انت انا وراك. عموما يستاهل. عموما خلا اختار لكم حساب رياضي بما ان اخونا كابتن علي اليوم مدريدي من العراق. لا اخترت حساب عراقي اسمه عراقي برو سبورتس. الحساب صراحه ما اعرف اسم راعي الحساب لكن ونعم فيه. عموما هو يتعلق للامور تخص المنتخب العراقي ومتطرق الى موضوع تشكيله وقائمه المنتخب العراقي, ويمكن في صدر الحساب او الموقع حاط مدرب منتخبنا يضيف اللاعب حسن عبد الكريم لكتيبة الأسود. هل تتفق أن هذه الدعوة جاءت مستحقة؟ نعم. لاعب صغير. شنو مركز هذا؟ ها؟ وين مركز هذا؟ لاعب وسط وجناح. لاعب جيد عنده إمكانيات. لاعب منتخب أولمبي شارك البطولة الأخيرة يستحق أكيد. نعم. عموما أدعوكم لمتابعة هذا الحساب. أيضا قبل لا أختم أنا اليوم شفت تعميم من الإخوان في الهيئة العامة للرياضة بتوجيه الدعوة لاستئناف قيد العضوية الجديدة وسداد الاشتراكات السنوية اعتبارا من يوم الاثنين موافق 15 نوفمبر. طبعا حسب ما نمى إلى علمي أن هذه الدعوة تخص الاتحاد الكويتي لكرة القدم وانتخابات الاتحاد, لكن هذا يعني معلومة قد تكون غير مؤكدة. لكن أنا أتطرق إلى نقطة أخرى وهذه أناشد فيها معالي وزير الشباب أخوي أبو يوسف عبد الرحمن المطيري. أتمنى يحقق في مدى قانونية هذه الدعوة, لأن اليوم يا أبو يوسف هذا الأمر حسب القانون أنه ما يصير اليوم أنت تجدد الدعوة وتفتح باب الاشتراكات وتسديد الاشتراكات مرة أخرى. وهذا الأمر يا أبو يوسف معالي الوزير صار في موضوع مجلس الأمة المرشحين أو لما يفتح الباب عادة للتسجيل حق الانتخاب حق الانتخابات ما فتحوا القيد مرة ثانية, ما مددوا ورفعوا قضية ترى. ولما رفعوا القضية المحكمة أصدرت قرار رفضت هذه الدعوة لأن قانونيا ما يصير. فاليوم أنت شلون أنا ما أدري قانونيا هل هذا الأمر جائز معالي الوزير؟ إذا كانت المحكمة أبطلت أو رفضت السماح بتمديد التسجيل بالنسبة للقيد حق اللي بيترشحون حق مجلس الأمة أو فتح باب القيد لموضوع مجلس الأمة. فاليوم يعني إذا هناك ما يصير والمحكمة تقول ممنوع وقانونيا ما يجوز, شلون الأخوان في الهيئة العامة للرياضة يفتحون الباب؟
أنا هذا الأمر أتمنى منك يا معالي الوزير، لأن باكر احتمال في بعض أعضاء الجمعيات العمومية يشتكون، وراح ندخل في متاهات، لأن هالأمر قد يبطل الانتخابات، قد يبطل المسجلين، قد يبطل الأسماء اللي تسجلت، فندخل في متاهة أخرى ونعيد الانتخابات. الأمر هذا أتمنى أنك تكلف الإخوان المستشارين القانونيين عندك يقعدون مع الإخوان في اللجنة الأولمبية ويشوفون مدى قانونية قرار الهيئة العامة للرياضة. هذا يأكد أن أنت عايش بفوضى، بس ما أدري والله. عموما شكرا للجميع، شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة ونرز العالمية معقمات هايجين ومياه بيرين، شكرا أخوي فهد البكر على مبادرتك أيضا وهذه مو غريبة عليك، الشكر لأيضا مطعم شاورما أند جريل، الشكر لكيو كيبل، الشكر لأطياب القمة، الشكر لفريج صويلح، الشكر لمعرض الوجاهة للأقمشة، الشكر لدير أندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفا وزيوس في الكويت، شكر لمعرض أسد الملابس الرياضية، شكر لمتادور ديزاين. مرة أخرى شكرا لكابتن علي فايز سهرنا اليوم، شكرا لأخونا أحمد أيضا اللي تعنى مع أخونا علي، شكرا لأخوان في الجهاز الإداري مرة أخرى في نادي القادسية تعاونهم معنا، أخوي مبارك العجمي، أخوي فيصل الشمري، أخوي أيضا الشيخ فهد طلال، أخوي أيضا مدرب كابتن خير الدين مضوي. وإحنا نوجه لك دعوة كابتن خير، نبيك أيضا ضيف عندنا اليوم يعني في يوم من الأيام، تشرفنا. أكيد فيصل الشمري تحياتنا له، يستاهل زعيم، يستاهل. أيضا نلتقي إن شاء الله معاكم. شكرا لأخوي أحمد رمضان مرة أخرى، مبروك الفوز، مبروك الأهلاوية، نلقاكم إن شاء الله باكر، إلى اللقاء.